مرض لقبه القاتل الصامت. هذا المرض هو ضغط الدم الشرياني يلي بيصيب الأشخاص، وخصوصا بيبدأ بالظهور بين سن 45 وال 65، وبعد هيك بيصير أكثر انتشار خصوصا بين الإناث. صحيح عفاف، ولقب بأنه هو القاتل الصامت لأنه يمكن ما بيظهر عن أعراضه بشكل سريع للسيدات أو المصابين فيه، ويمكن مضاعفاته خطيرة وبتكون من دون تحذير أو سابق إنذار مثل ما بنقول. وضغط الدم الشرياني له كتير أسباب، والأهم دائما الوقاية وكيفية التعامل مع هاي الأمراض لحتى ما تتطور وتصير أمراض مزمنة للأسف. خلينا نتعرف على كل التفاصيل ونجاوب على هاي الاستفسارات مع ضيفنا أكيد الدكتور أحمد العايد، استشاري بأمراض القلب والقسطرة القلبية. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا. يسعد صباحكم، شكرا لكم، الله يعطيك. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم دكتور. بداية يعني نحن هذا المرض له لقب القاتل الصامت، رح نتعرف على مدى خطورته بعد شوي، بس أول شيء بدنا نعرف شو هو ضغط الدم الشرياني. ضغط الدم الشرياني بيعبر عن قوة مرور الدم داخل الشرايين. ضغط الدم اللي بيسمح للدم انه يجري، انه يستمر، واللي هو اساسا بيتولد من انقباض العضلة القلبية، هي الدورة الدموية. القلب هو عبارة عن مضخة بتضخ الدم داخل الشرايين. الضغط مفروض يكون طبيعي، لما بيعلى الضغط بيأثر فورا على عضلة القلب، بيعمل مشاكل كثير مثل ما رح نحكي هلأ. بس هي شكرا لكم للإضاءة على موضوع أنه هو اسمه القاتل الصامت، سايلنت كيلر. ليش هالاسم؟ لأنه ما له أعراض الحقيقة. هي ناحية كتير مهمة، يا ريت دائما ننوه لها. أولا ممكن الوجع راس، يعني ضغط، وارتفاع الضغط عادة بتأخر كتير ليعطي أعراض، وهي المشكلة الأساسية. بعكس هبوطه. بالضبط، هبوط الضغط مباشرة بيعطي الأعراض، أما الارتفاع بتأخر كتير ليوصل للمرحلة الثانية أو الثالثة أو أكثر لحتى يبلش. المرحلة الأولى الارتفاعات البسيطة أكيد غير عرضية، وكل الأعراض اللي بنحكي عنها إن كان صداع أو دوخة أو شعور بالضوجان بنسميه، عدم الراحة، هي أعراض غير نوعية ممكن تجي مع ضغط ومع غير الضغط. الإشكالية بتصير عند المرضى اللي ضغطهم على الحد. يعني مثلا إذا قلنا الطبيعي دون 14/9 مثلا، دون هو الرقم الطبيعي طبعا هو 120/80 أو 12/8. فلما يكون 14/9 أو 15/10 ما بيصير نقول أنه الأعراض ناتجة عن الضغط. يعني بيكون واجهه رأسه المريض، لو اتفقنا أنه في ضغط، في ضغط، لكن ما بقدر أنا أربط الضغط بالصداع بهيك حالة. هذا الكلام له أهمية كبيرة، لأنه ياما منضيع تشخيص نحنا، لأنه كل فكرنا أنه الصداع هو من الضغط، ومنعطي أدوية الضغط وبدون فائدة بالنسبة للصداع، أو حتى لو تسكن شوي لكن استمر بيكون في مشكلة أخرى هي مسبب الصداع. لذلك هي التسمية سايلنت كيلر هي حقيقية جدا بالنسبة للضغط. طيب دكتور، مثل ما حضرتك قلت انه عادة الضغط المرتفع ما كتير بيظهر، على عكس الضغط المنخفض فورا بتبين دوخة، تعرق، الهبوط وما الى ذلك، باعتبار انه احيانا ممكن يكون الضغط مرافق لامراض اخرى او ناتج عن امراض اخرى. سابقا تحدثنا بهذا الموضوع انه مرض السكري من الامراض المحفزة للاصابة بضغط الدم. هل بيتم الاعتناء اكثر بمريض مثلا السكري، او اذا ما كان مريض سكري شو الشيء لازم يعمله الشخص او الاجراءات لحتى يعرف هل هو يعاني من ضغط دم مرتفع او لا؟ اولا ضغط الدم هو ب 80% منه بنسميه الاساسي او البدئي او مجهول السبب. 20% او اقل هو اللي بيكون في مرض داخلي ادى لتطور الضغط. في شيء بنسميه عوامل خطوره لحدوث الضغط، أهم مثل ما تفضلته هو السكر، ارتفاع الكوليسترول والشحوم مثلا، البدانة، قلة الحركة، قلة الرياضة، هي كلها عوامل خطورة مهمة. هي بتبدأ بشيء اللي بنسميه المتلازمة الاستقلابية. شو هي المتلازمة الاستقلابية؟ هي لما تقل الحركة ويزداد الوزن بيكون نمط الحياة غير صحي، الغذاء غير صحي، فبتبدأ الدهون تتراكم بالبطن، نحن بالعامية بنسميه الكرش. لما تتراكم بتبلش الحساسية للأنسولين تقل، ترتفع المقاومة للأنسولين ترتفع، وبتطور داء السكري اللي هو أكثر شيء بيأثر على الشرايين وبيؤدي لارتفاع الضغط.
عند مرضى السكري تحديدا لازم نكون كتير صارمين بتنزيل الضغط للمستوى الطبيعي. طبعا ما بصير ننزله كمان أكثر لأنه ممكن يكون مؤذي، لكن للمستوى الطبيعي، لأنه ترافق السكر مع الضغط بيشير لوجود خطورة قلبية وعائية كتير عالية. دكتور خلينا نعرف، يعني ذكرنا أنه في أعمار كبيرة بين 45 وال 65 بيبدأ بالظهور وبتبدأ المعاناة مع هذا المرض، ممكن يظهر قبل ولا أيمت؟ شو المعلومة الأصح خلينا نصححها، أنه أيمت بتبلش المعاناة الصعبة كتير على المريض؟ الحقيقة الضغط الأساسي أو البدئي أو المجهول السبب اللي بينتج بدون سبب لحاله بيتطور نتيجة متلازمة استقلابية مثلا، هو اللي بيصير بهالعمر هذا بالخمسة وأربعين وما بعد. الضغط البدئي الضغط الثانوي اللي ناتج عن مرض داخلي هو ببلش بكير، ممكن ينتج عن أمراض غدية، أمراض بالغدد، ممكن ينتج عن أمراض قلبية، ممكن تكون مشاكل خلقية على فكرة، تضيق برزخ أبهر مثلا، شذوذات الصمام الأبهري الخلقية من وقت ما ولد، لكن ما انكشف هالموضوع إلا مرحلة البلوغ أو مرحلة الشباب. ممكن يترافق مع ارتفاع توتر شرياني وممكن يوصل لمراحل كتير شديدة. الحقيقة فينا نسميه كمان القاتل الصامت قبل هذا العمر؟ ايه اكيد طبعا، هو بكل الاعمار ممكن ما يعطي اعراض اطلاقا ليوصل للمراحل المتقدمه. فموضوع الاعراض ما منعول عليه ابدا بهيك حاله، وانما الفحص الدوري التشييك عن طبيب القلبيه هو الاساس بهيك موضوع. طبعا مجموعة الأمراض اللي بتأدي لارتفاع الضغط كتيرة، أمراض الكلية، تضيق الشريان الكلوي مثلا، مثل ما قلنا الأمراض الغدية، أحيانا تناول الشباب خاصة لبعض الأدوية، بعض المكملات، الهرمونات، هي كله بيأثر، كلها أساسية. هي الحقيقة إذا تريدوا بس نحكي عن موضوع تناول المسكنات، باعتبار حكينا قبل شوي عن المسكنات، تناول المسكنات الديكلوفيناك، عم بحكي أسماء علمية طبعاً، ديكلوفيناك الصوديوم أو البوتاسيوم، الاستمرار بتناولها بشكل دائم بيؤدي لارتفاع ضغط شرياني وممكن يأثر حتى على بنية الشرايين، وهذا شيء الحقيقة كتير مهم. مضادات الاحتقان، وهلأ نحن موسم الشتاء والله يبعث الخير دائماً، الحقيقة كتير بيتناولوا مضادات الاحتقان أو مضادات السعال اللي هي كمان ممكن تسرع القلب وممكن تعمل ارتفاع بالضغط الشرياني. هي أشياء كتير مهمة الحقيقة. هي بأعمار صغيرة شباب يعني؟ لا هي بكل الأعمار، بس هي عم ننوه على الأسباب خاصة عند الشباب اللي بيكتروا من استعمالها. بعض مضادات الحساسية كمان خاصة لما تكون مشركة بمضادات الاحتقان، بلاقي كتير بيجينا مريض عم يستعمله من سنة وسنتين وثلاثة، طبعا ما في مانع من استخدامها، لكن يجب الانتباه للتأثيرات الجانبية وأهم هو ارتفاع التوتر الشرياني. دكتور أحمد، حكينا ببداية المقدمة أيضا أنه السيدات أكثر عرضة للإصابة بضغط الدم الشرياني، وعادة بنعرف أنه أغلب أمراض القلب أو الأمراض التي ترتبط بالدم بتكون نشوفها عند الرجال أكثر، باعتبار ما في تغيير دم وضخ دم مثل ما بتتعرض المرأة شهريا لهذا الشيء. أما القاتل الصامت فعلى العكس، عم نشوف أنه النسبة عند السيدات أكثر. شو السبب؟ هلأ النسبة عند السيدات أكثر بمرحلة ما بعد سن الضهي أو اللي بنسميه أما قبل لا. قبل لا قبل لا أكيد ممكن يصير قبل نتيجة استعمال مانعات الحمل مثلا أو الأدوية الهرمونية اللي يكثر استخدامها عند السيدات. الهرمونات سواء سميناها موانع حمل او اي ادويه هرمونيه احيانا بتاثر على الضغط، في حالات مرضيه تستدعي غير موضوع منع الحمل تستدعي استخدام ادويه هرمونيه. صحيح. فهي ايضا ممكن تاثر على الضغط وترفع الضغط. وهي الحقيقه كثير مهمه هي القصه. كمان عاده زملائنا اطباء النسائيه واطباء الغدد لما يستعملوا هيك ادويه بينصحوا المرضى وهن بيراقبوا الضغط ضغطهم، بيقولون لازم تتابعوا هالموضوع بشكل دقيق جدا. الحقيقه ممكن يكون ضغط الدم الشرياني دكتور انفعالي بسبب الحالة النفسية للشخص، ممكن يسبب عنده هذا الشيء؟ بالتأكيد الحقيقة التوتر والانفعال هو فينا نقول يمكن السبب رقم واحد بارتفاع الضغط الشرياني. نسمع بالعامية رفع لي ضغطي وقت لا هذا فعلا
هذا حقيقي، هذا فعلا يعني اي توتر او انفعال. على فكره التوتر السلبي والايجابي يعني احيانا الفرحه الزايده مثل العصبيه الزايده ممكن ترفع الضغط. سواء طيب هون شو ممكن نعمل؟ نضطر لعلاجات؟ لا ابدا. ادويه حصرا ولا علاجات؟ جميل هالسؤال الحقيقه، لانه ايه لازم ننبه تماما هالقصه. الضغط من الاشياء المتبدله بكثره، كثير ممكن يتبدل، بيرتبط احيانا بجوده النوم. الليله اللي ما بننام فيها منيح بصير عندنا نوع من التوتر، فتاني يوم بضل ضغطنا طالع نازل، فالضغط ما بيتلحق بهالطريقه. كل شوي بدي اقيس الضغط، هي ناحيه كثير مهمه الحقيقه، انه الضغط المفروض قياسه مره او مرتين باليوم بس، وممكن لما ينضبط والامور بخير كل عده ايام نقول للمريض يقيس ضغطه بس مره. لكن هالموضوع هذا كثرة القياس هي نفسها كمان بتعمل توتر. توتر نفسي أحد الأسباب الأساسية لارتفاع الضغط. في نوعين، توتر الحاد اللي بيصير الآن هو معصب أو مزعوج أو متوتر، أو وفي التوتر المزمن الدائم يعني اللي هو شخص خلق شخص متوتر. لكل نوع في خطة علاج مختلفة؟ أي أكيد، بالتأكيد كل حالة إلى خصوصيتها. هلأ إذا كان توتر مزمن علاجات النفسية أكيد. توتر الحاد لا، منقول له هدي، ما بدأ علاجات يعني أكيد. هلأ بس اللي بدنا نسلط الضوء عليه أكثر أنه ما بيصير أصلاً نقيس ضغط إنسان هو متوتر. غلط. من شروط قياس الضغط يكون المريض مرتاح، ما أنه مجهد، ما أنه متوتر، مو منفعل، مو آكل ايضا، ما يكون هلا مستيقظ يعني هلا كمان بفيق من النوم، مثلا طالع من الغرفه تماماً. طالع من الحمام ولا مثلا فاق من النوم دغري بيركض على جهاز الضغط، هذا خطا. لانه لما يفيق صباح الانسان بحاجه طبعا يدخل على الحمام اولا، هذا كثير بياثر هذا الموضوع. بنريح ربع ساعه بعدها قبل ما نشرب قهوه، قبل ما نسمع اي خبر ممكن يوترنا، قبل ما ناكل، قبل اي شيء منقيس الضغط، بيقولوا هذا الضغط الحقيقي فعلا، الضغط الصباحي هو الضغط الانسان الحقيقي، لانه خلال النهار اكل او شرب او توتر او كله بيأثر على ارتفاع الضغط. هذا كله ممكن يعطي ارقام مضلله، ارقام غير حقيقيه. اللي بصير فينا الحقيقه انه بنلاقي واحد معصب متوتر فورا بنركض لعنده بنقيس له الضغط، هذا خطا لانه رح يعطينا رقم عالي، وبنقول له ضغطك عالي، بيقوم بيرتفع الضغط اكثر. منقيسه مرة تانية كل ماله عم يطلع. طبعا أكيد أرقام كتير عالية تحتاج إلى تداخل، يعني فوق 18 على 12 هي ممكن تكون حالة إسعافية طبعا، مع أنه ممكن لك كمان يعني هي حالات إسعافية، لأنه حسب شو مؤثر بالأعضاء الهدف للضغط، خاصة موضوع الدماغ والعين والكلية، هي الأعضاء الهدف يعني للضغط. طبعا غير القلب هو رقم واحد اللي بيتأثر بارتفاع الضغط. طيب دكتور، كمان هلا مؤخرا كثير شفنا اجهزه صارت بالمنزل تستخدم لبعض الاشخاص اللي عندهم امراض صدريه او ما الى ذلك، واللي هي اللي بتقيس الاكسجه وبتعطي نبضات القلب. كثير ناس بتفكر اذا نبضات القلب عاليه معناته الضغط مرتفع، بتربط الاثنين ببعض انه هذا بيكون بياثر على هذا، مع انه علما اذا قسنا احيانا الضغط مش شرط يكون له علاقه بنبضات القلب، بس كمان نفسر هالمعلومه. طبعا هذا كثير مهم الكلام الحقيقه، مو كل تسرع يترافق بارتفاع الضغط، احيانا يحدث العكس. مع تسرع القلب فوق ال 160 فرضا تسرعات الاشتداديه، البطين ما عم يمتلئ بالدم، فبالتالي ما راح يضخ الدم مزبوط، فبالتالي بيصير في هبوط ضغط العكس تماما. وهي من الحالات اللي تحتاج حتى صدمه. يعني تسرع قلب ممكن نطول بالنا عليه، لكن لما بترافق بهبوط ضغط يحتاج الى صدمه كهربائيه لاعاده النظم الى المستوى الطبيعي. ما فينا نعتمد على الاوكسيميتر، هذا قياس الاكسجه بالضغط، اكيد لو انه ممكن يعطيني مؤشر على النبض، لكن ما بيعطيني مؤشر دقيق على الضغط اطلاقا. قياس الضغط الاجهزه المنزليه، هلا خلينا يعني نتفق على قاعدة أساسية، أي جهاز يستخدم لقياس الضغط يجب أن يعاير على الأقل مرة في السنة. كيف يعاير؟ في أجهزة معايرة موجودة عند بائعي الأجهزة اللي ببيع الجهاز، الشركات المتخصصة عندهم أجهزة معايرة. كيف أجهزة معايرة؟ يعني أنا عم بستخدم الجهاز عم يعطيني رقم معين، هل هو دقيق أو مو دقيق؟ الجواب مو باني بقارنه بجهاز ثاني، لانه بعض المرضى بيجيبوا جهازهم لعند الطبيب، لا، لانه نفس الجهاز اذا قست فيه مرتين ممكن يعطيني رقمين. صح، يعني
لبين ما نفك الجهاز اللي عند الطبيب وناخذ جهاز اللي عند المريض اختلف الضغط. ما بقدر اقول هذا صح ولا هذا صح، لكن الاجهزه هاي ممكن يصير لها معايره بروفيشنال مهنيه بشكل مهني بشكل علمي بشكل دقيق، وقتها بنقدر نقول انه جهاز دقيق فعلا لقياس الضغط. الاجهزه المعصميه خلينا نقول تقريبا بطلت، لا يجوز استخدامها الا عند مرضى عندهم مشكله بالعضد مدينين بشده، ما في جهاز بيلف على ايدهم مثلا، بنضطر. ليش هي غير جيده؟ لانه اصلا هذا الشريان كثير دقيق، كثير صغير مقارنه بالشرايين الكبيره اللي بتعطيك المقياس الافضل. انت بتفضل دائما اللي هون، حتى الرقمي لازم يكون هون. ايه اكيد طبعا، حتى الرقمي لازم يكون اسمه هذا العضدي. هذا المعصمي خلينا نقول انه مرفوض الا بحالات معينه، قلنا المرضى اللي عندهم بدانه شديده وما عندنا جهاز يلف حوالين العضد عندهم مثلا، ممكن نستعمل هذا. الشغله الثانيه اللي بنحب نضيء عليها القياس باليد اليمنى وليس اليسرى، وهي مساله كمان يعني شو بيقولوا كعينه نحن عم نشرحها للناس والناس ما لانه حتى الاجهزه بيقول لك حط على ايدك اليسار، هو حط ايدك على ايدك اليسار مو لانه هذا صح، لسهوله الاستخدام، لانه بدك تلفها باليمين وتكوى الزر وتطلع، اما هو الافضل هو انت يميني اصلا فهي مشكله. بس هو القياس الصحيح باليمين. الاقرب هيموديناميكيا للقلب هو الايمن وليس الايسر. طبعا بس اشرحها بشكل سريع، القلب هو عضو بمنتصف الصدر منحرف قليلا الى اليسار، بس الجهه لليسار مغلقه ما عم يطلع منها الدم، بيطلع الدم منها باتجاه الايمن. فهيموديناميكيا يعني كمسار دم الاقرب هو الايمن وليس الايسر، الايسر لانه بده يلف اول انحناء وثاني لحتى يطلع، فبيكون الناس الضغط اقل. احنا دائما بنقول انه من جهه قلبي مثلا جهه اليسار. تمام. دكتور خلينا هيك ولو بشكل سريع بنهايه فقرتنا قبل ما نختم، عن اكثر المحاذير خطوره بتكون بالنسبه لهذا المرض، امتى ممكن يشكل خطر على حياتنا، او اذا في فئه عمريه ممكن تكون هي بتشكل خطر عليها اكثر شيء؟ هو خطر بكل الاعمار الحقيقه، لكن بالذات عند المرضى اللي عندهم داء سكري ومرض كلوي، هدول الناس بدهم ينتبهوا كتير كتير، لأنه ارتفاع الضغط رح يزيد من تدهور الوظيفة الكلوية، وداء السكري بيأثر على الشرايين، فارتفاع الضغط أيضا عندهم فممكن يعمل نزوف، ممكن يعمل مشاكل أكتر، وممكن يعمل لا سمح الله وفيات قلبية وعائية بنسميها بنسبة أعلى بكتير. لذلك عند هالصنفين من الناس اللي عنده سكري واللي عنده مرض كلوي بالذات لازم نكون حريصين اكثر. وايضا الناس اللي عندهم توسع بشكل امهات دم، سواء ام دم بالشريان الابهري، نتيجه الضغط العالي الشرايين بتتوسع بصير اسمها ام دم. ام الدم هي كثير مهم انه نضبط الضغط بشكل كثير دقيق، لانه لا سمح الله على ارتفاع ضغط ممكن تتمزق وتحدث لا سمح الله الوفاه. الشيء الحلو بقى انه اذا ضبطنا الضغط بشكل جيد الامور تمشي تمام وما في اي مشاكل عندنا ان شاء الله. وهذا الشيء اللي دائما بنتمناه لكل المرضى، واكيد الاهم انه نستشير الطبيب ما نستشير مثل ما بيقولوا جارنا وجارتنا وشو بيقول الانترنت ومن هاي القصص. بالختام بدنا نشكرك كثير دكتور احمد العايد الاختصاصي وعلى كل المعلومات اللي دائما بتقدم لنا اياها. شكرا لك. شكرا لكم. صحه وسلامه للجميع ان شاء الله. شكرا لك، واكيد الصحه والسلامه للجميع.